الرسائل الإعلامية التي تخرج من الوسائل الموجودة في مصر والآتية إلى مصر، ويشوف مدى اتفاقها مع السياسة العامة للدولة، مع مصلحة الدولة، مع ما تقوم به الوزارات، ما تقوم به وزارة الخارجية، مع السياسة الخارجية المصرية، مع السياسة الاقتصادية المصرية، مع التعليم وبرامج التعليم المصري، ويحط معايير جادة يتم تطبيقها فعلا على كل الإعلاميين وكل المؤسسات الإعلامية أيضا الخاصة، وأيضا الخاصة، هي الخاصة يعني على رأس أريش. مين يقدر يطبق مبدأ الثواب والعقاب؟ لا، اللي يطبق مبدأ الثواب والعقاب نقدر قوي ان احنا يكون في مجموعة من القوانين ومجموعة من السلطات في ايد المجلس الوطني للإعلام. طب ما هينقد نفسه، لكن انت كده بتحد من حرية الإعلام. لا 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 لا، لا في نقطة تانية معلش يا دكتور اسمح لي، يعني اذا كان ما يقوم به الإعلام ماشي على هوى القائمين والسلطة، ليه تطبيق قانون؟ لا، ما هو ده المشكله، على هوا القائمين بالسلطه ده ممكن يكون مش في الاعلام بس، ده ممكن يكون في التجاره، في الاقتصاد، وبالتاكيد هو في كل المجالات يعني، بس الاعلام هو اللي بيخاطب المواطن البسيط اللي في الشارع. بالظبط. طب انا هقول لك، انا هديكي مثال، هديكي مثال عشان المشاهد يبقى مدرك احنا بنتكلم عن ايه. يعني في التعليم، الاخوه اللي كانوا في عهد مرسي حاولوا انهم يسيطروا على التعليم عشان يوجهوا التعليم توجيه خاص، غيروا افلوفه كتب. بالظبط، وغيروا مقررات الكتاب، حذفوا حاجات كتير واضافوا حاجات كتير. تمام. في الاعلام ايضا ممكن يتم ده. انا بعمل مجلس وطني للتعليم ومجلس وطني للاعلام يحط السياسه العامه للدوله المصريه في اطار مصلحه هذه الدوله المصريه كما يراها هؤلاء الاعضاء في المجلس الوطني للاعلام، اللي انا بقترح انهم يكونوا لهم نفس الحصانات والضمانات والمزايا والعقاب اللي ليه المجلس بتاع القضاء، تمام، اللي بتاع المحكمة الدستورية، بحيث ان ما يضعونه يكون ملزما لكل إدارة تأتي، لكل وزير يأتي. يجي محمد مرسي، يجي السيسي، يجي حمدين الصباحي، يجي سين، يجي صاد، ملزما له، ويطبق هذه السياسة لصالح مصر، ويكون هناك مراجعة على هذه السياسة وفقا للتطورات الدولية الموجودة. طيب، دي مسألة أكبر من أنها تناقش في حلقة، أنا كاتب فيها 32 ورقة في دراسة اتنشرت في إبريل اللي فات في المؤتمر العالمي العلمي اللي عملته كلية الإعلام، وموجودة هذه الدراسة. طيب، يمكن على ذكر المجلس الوطني يا دكتور، يعني يمكن حد يقول يعني هي مش زحمة مؤسسات وزحمة هيئات ومجالس وما إلى ذلك، لا لا لا، وأموال طائلة، لماذا لا تقوم وزارة الإعلام بهذا الدور؟ لا، وزارة الإعلام جزء من الهيئة التنفيذية، مجلس الوزراء، مجلس الوزراء في رئيس وزراء، ومن ضمن من يخضعون لرئيس الوزراء الدكتوره دريا شرف الدين وزيره الاعلام، هي تابعه، تلتزم بقرارات هذا المجلس، تلتزم باوامر هذا المجلس، تلتزم بالاغلبيه اذا كانت القرارات بتتخذ في الاغلبيه في مجلس الوزراء. تمام. لو ان هذه الاغلبيه ترى سياسه عامه تتناقض مع حريه الاعلام، لازم على دريا شرف الدين مع احتفاظ بالالقاب ان تتبع هذه السياسه وتملي هذه السياسه كوزيره. اذا هنا انا بربط وسائل سياسه الدوله بقى يا دكتور. لا، تطبيق سياسه الدوله، لا مش حكايه تطبيق، في بعض الاحيان تطبيق سياسه الدوله بيكون هو تطبيق سياسه المسيطر على الدوله اللي هو الرئيس. احنا جالنا جمال عبد الناصر كان واخد الدوله في اتجاه، جالنا انور السادات عكس الاتجاه وانا كنت معاصر هذه الفتره وخد الدوله في اتجاه تاني، جالنا حسني مبارك خد يعني لا خد يمين ولا خد شمال وتبخض عن الوضع الحالي، جالنا محمد مرسي نسف الاتجاهات كلها وحط لنا اتجاه بعد كده، اللي جاي لنا ما نعرفش هيعمل ايه في اي اتجاه من الاتجاهات. لابد ان نقول ان رئيس الدوله، راس الدوله في اي نظام من الانظمه، يعني ساركوزي لما جه خلاف بتاع اليمين زي ما يجي، اوباما لما جه خلاف اسمه جورج بوش الثاني لما كان موجود، حسني مبارك وهو موجود، خلاف مرسي وهو موجود، خلاف لو جه السيسي يعني جه، او جه حمدين صباح او جه غيره، يعني ما حدش يعرف مين اللي جاي. طيب، فراس الدوله يؤثر على الوزاره. كل الكلام ده جميل وكل الكلام ده حلو، كلام حضرتك يحترم جدا 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 ومحل احترام الجميع، مفيش نقاش. لكن لو خدنا على سبيل المثال شريحة البي بي سي مثلا، هيئة الإذاعة البريطانية المستقلة، اللي يقال إنها مستقلة، يقال إنها مستقلة، لكن هي مستقلة تحريريا، مستقلة سياسيا، ولكن مستقلة ماليا، ولكن ليس ما هذا طبيعي طبعا يكون ليها، يعني متفقين من الاول ان مفيش اعلام محلي. بالظبط. السياسه العامه لي، ولو حتى يعني هي بتبقى بنسب، سياسه كمان دس العسل في السم، يعني ده شيء معروف. ده هم شطار جدا في الحكايه دي، بس هم عندهم الامكانيات اللي هم يقدروا يعملوا ده.
احنا في مصر هل عندنا الامكانيات ان احنا نعمل هيئه مستقله؟ هل عندنا الميزانيات اللي ممكن الاعلام يصرف على نفسه بيها؟ المبنى مثقل بالديون. اسالك هل هناك اراده سياسيه قويه في ان يكون هناك اعلاما مستقلا في مصر؟ والحقيقه ده سؤال اللي كل بيساله منذ ثوره 25. المبنى مثقل بالديون، هل هذا المبنى يمكن ان يكون مكان تخرج منه اموال تفيض عن حاجات المبنى وتغطي مجالات اخرى؟ لان نتائج الناتج اللي جاي من الاعلان، الناتج اللي جاي من البرامج، الناتج اللي جاي من ان احنا ندي ناس خبره لاماكن تانية ولجهات تانية، واحنا المصريين الحمد لله راس مالنا اولادنا، راس مالنا العقول البشريه. بالمناسبه دي لازم يفوتنا المقام، يعني كل الناس اللي موجوده في كل القنوات هم زمايلنا من نيل الاخبار ومن مبنى التلفزيونات. قائم على كل زمايلنا اللي موجودين في كل انت اعترفت من اهل البيت اعترف دي حقيقه دي حقيقه. يعني ممكن كان في نقطه يعني كان في نقطه ان بعد الحملات اللي بتقوم بها العديد من القنوات بره مصر التحريض زي الجزيره قولي يعني بالظبط زي الجزيره وغيرها كان في هم تلامذتي على فكره في الجزيره يعني علي الضفيري ومش عارف ومين انا اللي اعطيهم الماجستير ودربهم. هو للاسف ان احنا بعد كل السنين ده كله مصر رائده في مجال الاعلام ومجال التلفزيون وصناعه الاخبار وما الى ذلك، ما عندهاش قناه تقدر تواجه هذا الطوفان من التحريض، لانه ليست هناك الاراده السياسيه ولا الاراده الفنيه. ماسكين المبنى ده ماسكين المبنى، انا كنت مع طارق المهدي مكان ماسك المبنى ده، قعدت معاه 11 مره فوق تمام، وده اللي خلى يعني طارق كان وما زال هو محافظ اسكندريه دلوقتي وعقليه متفتحه ولواء وعقليه متفتحه، ده اللي خلى الاعلام المصري في بعد 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 ثوره ايوه بعد ثوره 25 يناير مباشره بدا يجذب المستمع والمشاهد المصري. دي حقيقه، لان الراجل كان بيسمع ويعقل وينفذ وما عجبش بعض الناس. يعني انا عارف ان فاتح التلفزيون منبر لكل او انا عارف ان ان المشير قال له يا طارق مش هعملك رئيس ومش هعملك وزير اعلام، انا متاكد من دي، وده اللي سبب انه مشى وراح محافظ في حته نائي كويس. وطارق موجود طارق موجود دلوقتي. الاداره الموجوده في هذا المبنى في هذا الجهاز تستطيع ان تفعل، تستطيع ان تنتج قناه تنافس الجزيرة وبي بي سي وتخلي المجتهد العربي يستمع إليه. نقدر ننافس كويس جدا يا دكتور، بس القصة ما فيش الإمكانيات. لا في ما فيش إمكانيات بشرية. حينما نأتي إلى مصلحة الدولة المصرية بأن يكون هناك إعلاما قويا، يجب أن تكون الأولوية لهذا الإعلام. اسمع، دي مصر وامكانيات مصر وتوجيهها لخدمه العقول المصريه والدوله المصريه وصوره مصر، ما خسرش فيها اي حاجه. فاكر ايام المعركه، ايام لا صوت يعلو فوق صوت المعركه طبعا، اللي كنا بناكل عيش وجبنه ونقول الفلوس تروح للجيش، اللي كانوا الستات بيقلعوا الذهب بتوعهم ويروحوا يتبرعوا بيه عشان نشتري سلاح تمام، كله كان عشان نشتري سلاح. انا هنا بقول ان لابد ان يكون هناك جهازا، قناه اعلاميه مصر، مش قناه، قنوات اعلاميه مصريه قويه تستطيع، لان الاعلام جزء من اهداف من الادوات التي تنفذ سياسه الدوله الخارجيه والداخليه. لو ضحك على الناس بتوعنا اهلنا وضحك علينا بره وبقت صورتنا زي الزفت، هنشوف اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ناس بيشتموا فينا وناس بيشوهوا صورتنا واستثمار ما بيجيش والسياحه ما بيجيش وناس في الخارج قاعده تتخانق مع بعضها وقنابل قاعده تترمى هنا وهناك. أنا مهم جدا إن أنا أشبع بطول الناس، ده أساسي، وأشبع عقول الناس بالحاجات الصح، لأن الصح هو الذي يدوم. مش أشبع عقول الناس بإنهم يتجهوا لشخص معين أو لفصيل معين أو لسياسة معينة. لو كنت أنا عندي دين وأخلاق وأدب واحترام ومواطن بيجري في دمي الوطنية المصرية، أنا أشبع المصريين بحيث إنهم ما يضطروش يمدوا إيدهم بره أو لأي حد، وأشبع عقول الناس بالفكر المستنير والمعلومة القوية بحيث أخلق مواطن مصري. أنا لما أموت وأروح أقابل ربنا دخلني الجنة لأن أنا عملت الحكاية. حضرتك كنت بتقول إن يعني كان بينقصهم الإرادة السياسية.
طب برأي حضرتك هل هذه الإرادة ممكن تبقى متوفرة في المرحلة القادمة؟ ومعلش سؤال تاني، إيه المطلوب من القائمين على اتخاذ القرار في المرحلة القادمة إذا كانوا فعلا حاسنين أن عندهم الإرادة السياسية لوجود إعلام قوي بيواجه الإعلام الخير؟ أنا أخاف يعني أن تكون إجابتي عن السؤال هل هيكون لديهم الإرادة السياسية هو ضرب من الـ يعني الـ أنك أنت تنجمي يعني، وخاصة أن أنا شايف يعني أن في تغيرات لاستخدام الإعلام بطريقة صح أو بطريقة غلط الناس بتحكم عليه، يبقى ده صعب الإجابة عليه. الحاجة الثانية التوفير اللي أنت قلت لي النص الثاني من السؤال، يجب أن يتم توفير الإمكانيات. مصر قادرة أنا مستعد أنا نفسي أطلع بره في دول الخليج ولي أصدقاء موجودين ولي غير أصدقاء أن احنا نجلب ما نستطيع من خلاله أن نقدم إعلاما جيدا للمواطن المصري وللمواطن العربي، ولا نترك هذا المواطن العربي فريسة للإعلام الخارجي، ونديله كل اللي هو عايزه في إطار القيم الأخلاقية الإسلامية والعربية والتقاليد المصرية والتقاليد العربية، ونقدم برامج تجذبه عن البرامج التي تجعله لا يفكر في وطنه، بل في بعض الأحيان بيقول لا أنا مش عايز أنتمي إلى المنطقة دي، أنا عايز أنتمي إلى منطقة تانية، وده موجود ويجب إن إحنا نعترف به. صح. طيب يبقى إحنا منتظرين وربنا يستر إن شاء الله. اتخاذ صانع القرار هيعمل إيه؟ دكتور ياسين لاشين أستاذ الرأي العام بجامعة القاهرة ورئيس حزب 30 يونيو ورئيس حزب 30 يونيو، ونتمنى ليك المشاركة إن شاء الله في الانتخابات البرلمانية بشكل قوي عشان يبقى في تمثيل حقيقي إن شاء الله لصحاب الرأي وصحاب الفكر الإعلامي، ده شيء مهم جدا في المرحلة الجاية. شكرا دكتور، تسلموا ويسلم الشعب المصري وتسلم مصر. شكرا يا رب دكتور. ان شاء الله دعوه نختتم بيها الفقره دي، شرفتنا يا دكتور وشرفتنا دايما، وان شاء الله نتواصل معك في احوار مفصل اكتر واكتر عشان نشوف مصر محتاجه ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله في الاعلام المصري. طيب. شكرا لك يا دكتور. وقفتنا يا عمرو.